السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا بنات؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الفشار بطريقة جديدة، هنعمله مع بعض بالكريمة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وبإذن الله مش مكلفة خالص، بالعكس هتعجبكم جدا، وان شاء الله تجربوها وكمان اطفالكم هيحبوها. بس يا ريت قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد وتفعيل الجرس. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض، نشوف هنعملها ازاي وازاي هنحط الكريمة فيها وازاي اصلا هنعمل الفشار بطريقة جديدة جدا. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بقى حطيت عندي الطاسة الحلة بتاعتي على النار، هنزل كده بكمية من الفشار مش كله. بسم الله. بتاخدي طبعا على قد يعني على قد ما تاخد معاكي الحلة بتاعتك. طبعا عايزة اقول لكم افضل طريقة للفشار ان انت تعمليه من غير اي حاجة خالص. بصي سخنته معايا كده بقى بالشكل ده، بعد كده هضيف عليه يا دوب معلقة واحدة بس من الزيت عشان خاطر ايه يطلع معايا يعني خفيف جدا، ما يطلعش معاكي تقيل. اهي معلقة واحدة بس ما تزوديش. بسم الله. اهي مش هزود عن كده، يا دوب بس يا دوب بس بدأت الذرة تسخن معايا، حطيت عليها المعلقة دي هقلبها بالشكل ده. بصوا انا مش عايزه ان هي تكون فيها زيت ولا اي حاجه، انا عايزه مش عايزاها تبقى مزيته معايا قوي، انا عايزاه يا دوب الزيت بس يغلفها بحيث ان هو يسخن كده، فيسخن معايا الذره وتبدا تفشر معايا. هغطيها بقى كده عشان تسخن معايا جدا، كل يعني كل ما بتغطيها من وهي لسه بدري بتبدا تسخن معاكي. اهي ونقلبها بالشكل ده تسخن معاكي وتعلق، فتطلع معاكي بقى احلى فشار تاكليه. طبعا انا حطاه على نار عاليه، ما هديتش النار بتاعتي ولا اي حاجه، اول بس ما هلاقيه بدا يفشر معايا هبدا ان انا ايه اهدي النار شويه. هو عندي كده لسه في البدايه، بصوا حابه بس اوريه لكم اهو، لسه يا دوب بيبدا يتحمص معايا. هقلبه بقى بالشكل ده كده اهو وارجعه تاني على النار لحد ما يبدا يفشر معايا. اول ما يبدا يفشر هقول لكم بقى هنعمل فيه ايه. طبعا لو تلاحظوا عندي هنا الطاسه الصينيه بتاعتي بدات تعمل بخار كده، اهي بدا يفشر معايا. اول الطاسه اول ما الصينيه عملت بخار بدا يفشر معايا. اول ما بيبدا يفشر بتعملي ايه؟ بتهدي بقى النار عندك على الاخر، اهي خليها بالظبط زي الشمعه عشان ما يتحرقش منك ويديك النتيجه كويسه. الطريقه دي يا جماعه اللي احنا عاملينها بالزيت العادي، ما ضفنا لهاش اي حاجه، يا دوب معلقه زيت على شويه الفشار زي ما بنعمل العادي جدا بتاعنا، ما ضفناش اي حاجه تانية. بنسيبها بقى كده لحد ما تفشر معانا، وبعد كده هنقول لكم بقى هنعمل ايه وهندخل كمان الكريمه معانا ازاي. بصوا لو تلاحظوا اللي طالع عندي بخار ما طلعش عندي زيوت ولا حاجه، زي ما بنعمله بالزيت العادي، يعني زي ما بنعمله بالزيت لما بنحط له زيت كتير بتلاقي من فوق كده جمع عندي زيت، لكن ده يا دوب مجمع عندي بخار وبس. شايفين طبعا ازاي اهو كله بخار ما فيهوش اي زيوت. بسيبه بقى لحد ما يبدا ان هو يسخن معايا كده. انا طبعا هديه النار عليه، هبدا ان انا اقلبه كده بسم الله عشان بس ما يشطش مني، وهسيبه يكمل تسويته. دلوقتي بقى خلاص اهو اتعمل معايا وبقى بالشكل ده، طبعا هطفي عليه النار وابدا كده ان انا اشيل من عليه الصينيه. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله بقى عامل معايا ازاي، ولا زيوت بقى ولا اي حاجه، حتى الصينيه نفسها بقت يعني ايه خفيفه كده، فيها الماده الدهنيه مش تقيله زي ما احنا متعودين. هاخدها بقى دلوقتي وافضيها معاكم وتشوف كده هنكملها ازاي. دلوقتي بقى خلاص هبدا ان انا افضي معايا الفشار كله بسم الله. شايفين بقى عامل ازاي معايا، يعني بصوا ما شاء الله مفشر معايا لاخر حبه فيه اهو. بصوا الطاسه عامله ازاي، الحله ما فيهاش اي حاجه، جميل جدا. ده كده كان الفشار بتاعي. تعالوا بقى اقول لكم هدخل فيه الكريمه امتى وهعملها ازاي، ويلا بينا نشوف مع بعض. دلوقتي بقى بجيب عندي كده الحله بحطها على النار، هجيب عندي مج كده من السكر مش مليان قوي، المج يا دوب نصه، انت حطي اعملي بقى الكميه اللي تناسبك. شوفي انت يعني شوفي انت حابه تعملي قد ايه.
ببدأ ان انا اقلبه كده في الحلة بتاعتي بحيث ان هو يسخن معايا يعني، ولو اي حاجة استوت فيه تبدأ ان هي ايه تطلع بسرعة. اهو مش حابة ان انت تقلبيه بالسباتيولا، لو حابة ان انت تقلبيه كده عادي بالحلة نفسها مفيش مشكلة برضو. اهي تبدأي تقلبيه معاكي كده، هو لسه بس الحلة ما سخنتش عشان تبدأ تسخنه. دلوقتي بقى خلاص اهو بدأ يعمل معايا عارفين زي رملة البحر كده، يندي معايا اهو بالشكل ده كده. يعني اما بيوصل للمرحلة دي قدامك خيارين، يا اما تفضلي تقلبي فيه تقليب مستمر لحد ما يستوي وبعد كده تبدأ ان انت تفكيه، يا اما تروحي سايباه زي ما هو كده ويسيح مع نفسه وتقلبيه من وقت للتاني. بتقلبي الحلة من وقت للتاني بالشكل ده كده اهو، بصي هي لسه يبدأ يسيح وينزل واحدة واحدة، هتلاقيه ايه نزل معاكي وبقى سايح معاكي جدا اهو. شايفين بقى عامل ازاي من غير بقى ما يعملك اي تكتلات، سيبيه زي ما هو كده هتلاقيه هيسيح وهياخد اللون اللي انت محتاجاه على طول. يعني انت بقى براحتك، قدامك الخيارين وانت ايه حرة في اللي تعملي زي ما تحبي اعملي. برضو حابة تحطي له حتة زبدة مفيش مشكلة، مش حابة تحطي زبدة وحابة تحطي كريم على طول برضو مفيش مشكلة. شايفين بقى بدأ ياخد معايا لون ازاي اهو، يعني نوع الفشار بالكراميل بالذات يعني من افضل انواع الفشار، الكراميل والشوكولاتة بصراحة يعني من افضل الانواع اللي الاطفال بيحبوه. لو انت عاملة دايت ما تعمليش بقى بالكراميل ولا حتى بالشوكولاتة، تحاولي ان انت تسيبيه كده يكون ايه يدوب بس يتعمل معاكي في الزيت وتحطي له رشة الملح مش اكتر من كده. طبعا بقى خلاص وصل معايا المرحلة دي، هقلبه وهشيله بقى من على النار. وخلي بالك دلوقتي بقى خلاص حطيت كل كمية الكريمة بتاعتي وبقت بالشكل ده. اول ما الكريمة بدأت تسيح معايا زي ما انتوا شايفين كده انا قلبته كويس جدا، ما تخافيش مش هيحصل له اي حاجة. بعد كده هجيب مج من الحليب او مج من المية اهو، تنزلي بيه كده بالراحه. بسم الله، ابعدي الاطفال عنك في اللحظه دي لانه هو بيبقى خطر جدا، وقلبيه بقى كويس جدا. دلوقتي بقى خلاص انا عملت الصوص بتاعي، هبدا ان انا انزل بيه عليه كده. بسم الله، انا طبعا مغمقاه معايا شويه يعني عشان ياخد معايا لون حلو كده. هبدا برضو ان انا هقلبه، طبعا بينشف معاكي بس ما بينشفش زي التاني بصراحه. ده بقى تبداي تقلبيه تخليه يدخل في الوصفه كلها يبقى معاكي تحفه. عشان كده انا شلت من عندي باقي الفشار عشان يديني لون وطعم جميل. عايزه اقول لك طعمه تحفه، الكريمه مخلياه فظيع بصراحه، احسن من اي حاجه تانية بتعمليها اهو. شايفين بقى كده، تحاولي تدخليه كله كده في بعضه. يعني انا كل مره كنت بعمله كنت بحط كميه صغيره جدا من كنت بحط معايا كميه صغيره من الكراميل، المره دي بقى قلت لا لازم ازود واخلي الكميه كده تبقى كبيره من الكراميل اللي تطلع معايا احلى وتديني طعم جميل جدا. هفضيه بقى دلوقتي معاكم في طبق وبعد ما يطلع هوريه لكم وتشوفوا كده شكله عامل ازاي. على فكره انا شلت شويه من الطبق عشان خاطر يعني ايه اعرف ان انا اقلبه كده واقدر ان انا اتحكم فيه. ممكن زي ما هو كده وانت بتسيحي معاكي الكراميل تحطي كمان شوكولاته، بتبقى تحفه بجد، بتبقى فظيعه. هقدمه بقى دلوقتي معاكم. دلوقتي بقى عملته وبقى معايا بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. طبعا اخد اللون المظبوط معايا، يعني بصي بالظبط لونه كده ايه بقى، يعني بالظبط بالظبط اللون الكريمي طلع معايا. يعني اما عملته بصوص الكريمه طلع معايا بالشكل ده، طبعا حاجه فظيعه، طعمه جميل جدا صوص الكريمه اللي عملنا بيه. يا رب بقى في نهايه الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، وبتمنى ان شاء الله ان انتم تجربوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد، وتفعيل الجرس لو انت عامله دايت، ده ما يتاخدش غير في اليوم الفري في وقت الغداء، بعد كده ما تاخدوش عشان خاطر ما يتخنكيش. لو مش عامله دايت كلي بقى منه براحتك. يا رب بقى الفيديو بتاعنا يكون عجبكم وان شاء الله تجربوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.